كما كتشوفوا السلطات المحلية كتقوم الآن بتنبيه الناس لأن ربما هناك كنتمناو أنه ما يكونش هو قرار غادي يشمل قرار الإغلاق في رمضان اللي غادي هو صعيب على الاقتصاد ديال مدينة درويش اللي هو أصلا الاقتصاد ديال درويش بعدا راه مشى صراحة. حنا ما بغيناش انه يزيد يكمل في رمضان لان هاد القرارات هادي جات في واحد الوقيته اللي هي حساسه جدا لان الرواج كيكون في رمضان وكيكون بزاف ديال كيكون فيه بزاف ديال الحوايج ولكن حنا مازال ما عرفناش ولكن في هاد اللحظه هادي انهم كيقوموا بحملات وكيحطوا الناس فيها على اغلاق المحل اغلاق محلاتهم التجاريه كما كتشوفوا معنا على المباشر يعني كما كتشوفوا معنا على المباشر ان ربما هناك قرارات صارمه جدا قادمه في الايام القادمه والله اعلم لان هذا الشيء اللي كنشوفوه صعيب بزاف. ما بغيناش هاد القرارات المفاجئة تجي هكا ولكن بحكم أن عدد الإصابات بفيروس كوفيد هي اللي دارت هاد المشكل هذا ديال الإسراع في الوتيرة ديال الإغلاق ديال المحلات التجارية وكذا حظر التجوال. كما كتشوفوا معنا على المباشر وفي الصور الحية من مدينة الدرويش كما كتشوفوا معنا عبر الصور الحية من المباشر من وسط مدينة درويش حنا السلطة المحلية كتقوم بإغلاق كتحط الناس حتى على ارتداء الكمامات لأن فيها غرامات كتنتظر المخالفين على من اللي ما لبسش الكمامة. المهم كما كتشوفوا على الصورة
الكمامه، الكمامه غير الكمامه، اللي ما دارهاش غادي تجي غرامه تطوح في الحيط لان كما كنسمعوا ان هناك بؤره عائليه كورونا مساكينه وضعيه وغائيه في ماري ولات مقلقه ولا تتخلع ونرجو ارتفاع تدابير احترازيه. احنا ما بغيناش توصل الامور شي حاجه اللي ماشي مزيانه، لان الوضعيه الوبائيه في المغرب لا تنكر، ونطلب التعاون والتضامن للجميع تلتزم جميعا بالتدابير الوقائيه بغينا الامور ما تخرجش عن السيطره، وان التدابير الاحترازيه هي في صالح المواطن كما كتشوفوا في المستوى الوطنيه والغيره مهم دائما في اطار نقل الاحداث من مدينه الدريوش كما كتشوفوا اننا هناك حمله كتقوم بها السلطات المحلية من أجل الإغلاق وكذلك ارتداء الكمامة. ربما هناك حالات في مدينة الدريوش كما سمعنا من السلطات المحلية أن هناك بؤرة عائلية ربما. مهم ما علينا، مهم احنا كنخليوكم دائما مع المباشر من كنقل لكم الاحداث. كنقل لكم الاحداث من عين المكان ان السلطات المحليه كتقوم حاليا باغلاق المقاهي وكذا المحلات التجاريه في اطار التدابير الاحترازيه وكذلك حتى ارتداء الكمامه. بعد ما تنفس المواطن الصعداء وقال بان قد تكون الحاله في مدينه الدريوش مزيانه، ولكن كنشوف ان رمضان غادي للسنه الثانيه على التوالي غادي يكون غادي تاثر كذلك حتى على صلاه ديال التراويح اللي يقدر ما غاديش تكون. انا مهم اللي انا ما كنشوف ربما صلاه التراويح حتى هي ما غاديش تكون هاد السنه هادي. المهم احنا في اطار دائما نقل الحدث من عين المكان، وكنقربوا كذلك المواطن ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن. امام شتوالا ما يثمث نغ نهار السلطات المحليه تفق تلقى نداءات من اجل باش تبلع عن تحونه، تبلع عن قهاوي حمداوي تنتشر فيروس كورونا، لان هذه نجد من بؤره عائليه ربما. وما انايا نشي نتغوث نختشاز بمزوار، ولكن السلطات تلقى القرار مفاجئ وين تبقى تاثر حتى بالنسبه رمضان حتى هذه صلاه التراويح امام شتوالا، لان السلطات المحليه تحط المواطنين على باش تبلع عندي حنان كذلك وبلع كذلك وني ويقيل الكمامه كذلك عاود قغاص دي صابروسين يتجاوز يجن المقدار دي 120 الف دي 120 الف ودي سجن
إغلاق كاين مشى في القنت ولا عندي حونات ولا عند كذا وكذا اللي كيكونوا كاين تشمام بزاف الحوايج. المهم قالوا خا نهار كاين غتسعى. اه ان شاء الله. اللهم امين. مهم دائما احنا معكم في نقل الاحداث ديال المدينه ديالنا العزيزه يا الدروش. مهم نخليكم حتى لهاد اللحظات هذه وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى مستجد اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. فكونوا معنا في الموعد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.